كتير بندور على الحب، بس لو حب بالشكل ده يبقى أكيد ما ينفعش، ما ينفعش يكمل للآخر. أنا مهند، أنا بشتغل في سوبر ماركت، بس السوبر ماركت اللي بشتغل فيه ده بعيد عن البيت شويتين، فبضطر أمشي في شارع كده اسمه شارع الزرع، وده لأن فيه زرع كتير فيه، بس زرع شتون يعني، والشارع ده طويل وفاضي جدا وتقريبا مفيش حد بيعدي منه، وخصوصا بقى اني بشتغل فترة بالليل، بشتغل من 9 بالليل ل9 الصبح. وفي يوم وانا رايح الشغل لقيت بنت حلوة، مش حلوة بس، لا دي حلوة جدا، ماشية في الشارع، بس في حاجة غريبة، لقيتها جاية عليا بسرعة، فلقيتها بتكلمني وهي متوترة جدا وبتقولي ممكن بس دقيقة من موبايلك عشان تليفوني فصل شحن ولازم اكلم بابا بس. قلت لها اتفضلي طبعا، انا سالف رصيد بس هيكفي المكالمه يعني. ضحكت وقالت لي ما تخافش مش هطول. فكلمت والدها وسمعتها بتقول له والله يا بابا والله ما هتاخر ساعه وهرجع، وقالت شويه كلام كده انا ما فهمتوش بصراحه. خلصت مكالمه وقالت لي بجد متشكره قوي ومشيت، وانا كمان رحت الشغل واستلمت الشيفت بتاعي، بس كنت بفكر فيها طول الوقت، وده لاني عارف كده احساس ان قلبك اتشد لحد من غير اي حسابات ولا اي حاجه، هو ده بالظبط اللي حصل لي. وجت الساعه 3 الفجر، وفي الوقت ده بيبقى مفيش زباين كتير، وده لان بالبلدي كده بتبقى الدنيا مريحه يعني. وكعادتي بحب اسمع اغاني في الوقت ده وخصوصا اغاني هاديه، فلقيتها جايه عليا. ايوه هي بشكلها الجميل، معقول بجد الصدفة ممكن تتحول لواقع؟ قالت لي انت بجد انقذتني، انقذتني انك خلتني اكلم بابا، بجد كان قلقان قوي عليا. فرحت قوي وسكت ثانية وقلت لها ده اقل واجب يعني، وبعدين احنا عيال جدعان قوي، جدعان قوي على فكرة يعني. فلقيتها ضحكت وقالت لي انت اسمك ايه؟ فقلت لها اسمي مهند. قلت لها طب معلش بس عندي سؤال يعني كده. قالت لي قول. قلت لها ممكن اعرف اسمك؟ قالت لي انا اسمي نورة. فلقيت نفسي بسأل سؤال تلقائي كده وبقول لها انت ازاي نازله الساعه 3 الفجر كده يعني عادي؟ لقيتها سكتت وما ردتش، حسيت اني عكيت الدنيا وسألت سؤال ما يتسألش. قالت لي عن اذنك انا لازم امشي. قلت لها طب آسف لو سألت سؤال يعني، ممكن أشوفك تاني؟ طيب ممكن رقم تليفونك؟ أنا هعرف أوصل لك كويس، ده كان ردها. فكرت شوية إزاي ده يعني هتوصل لي، أخدت الموضوع بهزار وقلت يعني معاها أرقام تليفونات الشعب كله دي ولا إيه؟ بعديها بيومين لقيتها بتتصل بيا وبتقولي ممكن اقابلك؟ طبعا ممكن اقابلك يا ستي، بصي بقى في كافيه انا بقعد فيه دايما نتقابل فيه. قالت لي طب هنتقابل امتى؟ حبيت اعمل نفسي تقيل شويه عليها، قلت لها بصي انا مش فاضي اليومين الجايين. قالت لي خلاص لما تفضى بقى. قلت لها ممكن نتقابل النهارده لو حابه يعني. تقيل قوي انا. فنزلنا واتقابلنا، لو اوصف لكم انه كان احسن يوم في عمري مش هتصدقوا. واتقابلنا بعد كده كذا مره والموضوع اتطور جدا، وده خلاني فجاه بقول لها نورا انا معجب بيكي وحابب اني اجي اتقدم لك. اللي فرحني اني لقيت عندها نفس الشعور وبتقول لي وانا كمان موافقه، موافقه انك تيجي تقابل بابا. جهزت نفسي ورحت على العنوان اللي قالته ليا، ورحت تحت البيت عندها، ولسه طالع البيت لقيت راجل كبير دقنه بيضة يعني شكله كده عنده حوالي 60 سنة، ومسكني من ايدي قال لي رايح فين يا ابني؟ قلت له طالع لوالد نورة يا عمي. نورة مين يا ابني؟ نورة يا عمي نورة. ووالد نورة مين ده اللي بتقول عليه؟ في ايه يا عمي؟ انت شكلك غريب ومش من هنا باين. قال لي غريب ايه يا ابني بس، انا عايش هنا بقالي 40 سنة. طيب سيبني اطلع بقى يا عم النورة، انا طالع اخطبها.
يا ابني تخطب مين؟ مين نورة اللي بتتكلم عنها دي؟ يا عمي نورة اللي ساكنة فوق، سيبني بقى والنبي. يا ابني نورة اللي بتتكلم عنها دي ماتت هي وابوها من 10 سنين والبيت ولع فيهم. انت مش شايف البيت شكله عامل ازاي؟ انت بتقول ايه يا عم؟ ولع فيهم ازاي؟ امال انا بقالي شهر بقابل مين؟ انت راجل كذاب كذاب، ربنا يسامحك يا ابني. اسف يا عمي والله ما اقصدش، بس ازاي ده احنا اتقابلنا كتير قوي، حتى شوف الصور اللي احنا اتصورناها، ده احنا اتصورنا صور كتير قوي على التليفون بتاعي. استنى حتى اطلع لك التليفون. ايه ده، الصور فاضية ومفيش غيري في الصور. قال لي صلي يا ابني، صلي وقرب من ربنا وما تمشيش في طرق انت مش قدها. بعدها قررت اني مفكرش فيها خالص، مش هفكر فيها خالص، انا كذاب. انا فكرت فيها كتير، يمكن عشان دي اول بنت حبيتها. ماليش دعوة بقى اذا كانت انس او جن، بس حبيتها. تعرفوا اني بقابلها كل يوم؟ والله بقابلها، واقول لكم حاجة، هتجوزها قريب كمان. أعزائي المستمعين، بكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. القصة كانت من تأليف كريم السيد اللي هو أنا، واستنوا قصص كتير قوي حلوة في الفترة اللي جاية بإذن الله، وهتعجبكم إن شاء الله. وأشوف وشكم على خير الحلقة اللي جاية. وعايز أقول لكم حاجة، لو عجبتكم الحلقة ياريت تعملوا شير عشان توصل لعدد أكبر من المشاهدات. السلام عليكم.